السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير اخويا؟ بخير. لاباس بخير. مرحبا بنا عندكم في قنيطره. هذا الخير تبارك الله ديالك. نعم. الخير تبارك الله. الخير. قلت لك هذا الخير ديالك. الخير هذا. هذا كيكون في الغرب. في الغرب. ولاد جنوب. سوق الاربعاء. مصر الرميله. وما كيستعملوا هذا الشيء. المنطقه هذه من سيدي حيا لهنا توازيت زنبور زور فالخزاز نال القطبيين داروا السردي باش يكملوا. هذوك داروا السردي. الحاويه الرومي باقي ناحيه خميسات. اه. ناحيه خميسات باقي عندهم الحاويه. باقي كيسوا. كاين واحد المنطقه في الحد السوالم هما اللي كيجيبوا منه السلالي يمشيوا لحد لحد ولاد زنبور يمشيوا يمشيو لحد السوالم كيجيبوا الحاويه هذا الروم. هذا كروازي اما مورونيه وباه بلدي ولا باه رومي بلديه. هذا عطاونا في التسعينات. لا عطا. هذا خوتو كانوا 160 كانوا مليون. ولكن دابا الحاله ضعيفه والشتا ما كايناش والعيد داز عيان شويه ولا رخاص. المنطقه اللي كاين حوالي 36 40 ريفولي هذا راه دوريجين. هذا باقي تسمى هذا بحال دابا اوريجين بلاتي. نقدر نسولك الله يجازيك بخير؟ دابا الناس اللي كتفرج في هذا الشيء غادي يشوفوا هذا الحاولي تبارك الله غيقدر يقول لك هذا الحاولي شحال الا شرينا ب 90000 شحال غيعطينا من كيلو؟ هذا يدير 70 65 60 يعني غادي تقام علينا تقريبا بواحد 80 بغا يتقام بشي 70 درهم الكيلو. هذا ما كنشوفوش الكيلو. هذا ما كنسخوش احنا نذبحوا ما كيتذبحش. هذا كيمشي يسد السلاله. اها. بغينا نزيدوا بها القدام ما كاينش نذبحوه. هذا ما عندنا فيه تصالح. يعني الناس باش تفهم هذا راه ماشي للذبيحه يعني باش يدخل في التعاليق ويقول لك هذا شحال غيعطينا من كيلو وشحال كذا. هذا ما سيدي الا كان حي يعطي 80 يعطي 80 ولكن تما 56 50 عليها الحب. ولكن هو ما صالحش للذبيحه. هذا هذا كما قلتي ماشي ديال الذبيحه ديال التحسين. هذا التحسين. هذا التحسين السلاله. دابا هذا التحسين السلاله. هذا سلالي. هذا كذا دابا كتبيع. دابا انتوما كتبيعوه هنا في المنطقه لتحسين السلاله. باقي اللي كيستعملوه الغرب. الغرب. حد ولاد جنون سوق الاربعه خميس الرميله هذه الناحيه باقا تخدم باقا تستعمل هذا الشيء. باقا تستعمل. المنطقه من سيدي حدا لهنا داروا السردي من هنا حتى الخميسات ستيفلت ماشي داروا السردي. عادو كيديروا السردي بزاف. المنطقه باقا ايت من قاسم ايت واحد. اها. كيديروا هذا. تبارك الله. وفي الانتاج هذاك. واحد المنطقه بحد سوالم. حتى ما كيديروا. كيجيبوا هذا النوع. تبارك الله. ودابا بغيت نسولك. لا لا تبارك الله الحولي راه قدامي. تبارك الله راه كاين اللي دابا ما عارفش. لا كاين اللي ما عارفوش دابا لا شي صلاح. اش كيقول لك السابع الحولي السابع شكاش. اها. والحولي ما لقاش. الحولي اللي كيجبد الغرب. هو اللي صاب الغرب. عاود 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 بصوت مرتفع. السابع شكاش والحولي ما لقاش. السابق شقاش والحولي مو نقاش. السابق شقاش والحولي مو نقاش. زيد الا قلت لغلم اللي كانت كيلقش ولكن كيدير الحولي مزيان كترجع كل غلم مزيان. الحولي اللي في الزمان. اها. ما كنتش على شنو كم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام عشرات الشا ودير حولي عشا وقول زلط مشى. الا عندك عشرات من العشات تم المغنيه. كانوا عشرات السرديات مزيانات ولا حد عندهم حولي بحال هذا. اها. بلا ما تسول على الزر. ما تسولش على الزر. عاش تبارك الله اخويا الله يسر لك. شكرا لك. تبارك الله عليك الله يسر لك اخويا. نعم اخويا. الله يجعل ان شاء الله نكونوا مع الكليان ومع الكسابه. خاصه كيتخلطوا معاهم شويه كيتعرفوا علينا بالبلاص. اها. ما عمر هذا احنا واكلين معاهم وعايشين في الدار. شحال في عمرك يا عمي؟ انا 72 عام. عرفت شحال في عمرك؟ انا باغي نتزوج عاوتاني ان شاء الله. دايرين في تيزير. شحال دخلتي؟ خلي السيدي يتكلم. شحال؟ شوف. نعم اخويا. اللي بغى الحولي يجي عند الجيران ولد عيالي. هي يجي عندك. طريطري بلاده. طريطري. سيدي. دوار صالح رشيد. اي الجيران ولد عيالي هذا المسكين. اللي بغى يشري شي حاجه من عندك. اللي بغى يشري شي حولي يجي عندي دوما اللي يجيبوا لي فين ما كان. فين ما كتوصلوا له. هذا بغى صالحي بغى اي بغى البروج بغى التاج. شحال شحال من عام وانت داخل السوق؟ تقريبا 36 عام هذه ولا 35. فيعني عدتي حتى كاين البوله الصفراء هذا كاينين. عدتي كتعرف. كنجري في النعجه كنذبح الشمال كنسمر الخيل اي حرفه عندي. سمر داك الشيء. الوقت كتعلم كل شيء. كل شيء عندي كل شيء عندي الحمد لله. الله عليك.
عليك والله يسر لك. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اسمع. قول لهم ديروا جيم والبارطاج. عليه الصلاة والسلام. بارطاجيو.